يبدو أن إسرائيل تقرع طبول الحرب من جديد، وبدأ الصدى يسمع في العالم كله. الحرب قادمة لا محالة، ويكفي أن يحدد الزمن لكي تصبح واقعة. كلمات قالها وزير إسرائيلي من حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الوزير قذف بمسؤولية الحرب الجديدة بين إسرائيل وحزب الله على سوريا ولبنان، ولم ينسى أن يتهم المجتمع الدولي والعالم بالفشل في التعامل مع حزب أصبح أقوى من الدولة اللبنانية، ولم يستطع منعه من تكديس الأسلحة والصواريخ وفق وصفه. كلام يوسي بليد ليس المؤشر الوحيد لقرع الطبول، فصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية نقلت معلومات مفادها أن حزب الله اللبناني أعاد نشر صواريخ بعيدة المدى شمالية لبنان، خطوة تدل بحسب المراقبين على أن الاشتباك المقبل مع إسرائيل في حال وقوعه لن يتركز على الحدود، وإنما سيمتد إلى داخل لبنان ويشكل تحديا للجيش وللحكومة اللبنانية. دمرت قدرة حزب الله الصاروخية الطويلة المدى في الأيام الأولى لحرب تموز بحسب ما يقول رئيس سابق لاستخبارات الجيش الإسرائيلي، لكنه يستدرك القول إن الحزب تعلم الدرس من الحرب السابقة. زد على ذلك ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن إسرائيل ستنتقم من لبنان ومن يساعد حزب الله في أي حرب جديدة. متغيرات تقفز إلى ساحة الواقع الشرق أوسطي، فتقارير وردت إلى وزارتي الخارجية والدفاع اللبنانيتين تشير إلى احتمال أن تشن إسرائيل حربا واسعة ربما تطال كافة الأراضي اللبنانية، مع إمكانية اختراق الشظايا لحدود دول مجاورة. لا هدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فحزب الله يرصد مناخ جنوب لبنان وإسرائيل ترفع مظلة الحرب. هو تأهب لا ينذر إلا بحرب جديدة تحتاجها إسرائيل لاستعادة هيبة مفقودة، ناهيك عن تساؤل حول رد فعل حزب الله في حال ضربت المنشآت النووية الإيرانية. أحمد السباعي، روسيا اليوم.